السلام عليكم. مساء الفل. النهارده عندنا حلقه بقى مع الصيادين جميله كده. على فكره حلقتها مرسى عايده وحيد. مرسى عايده اللي عند كوبري الجلاء في مجموعه صيادين اسرائيليين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو السؤال هي طه ولا طه؟ طه كده. مش طه يعني مش طه، لا طه. هم حرفين ما حدش يقول يعني. اذا مش طه ده مش المصطفى؟ لا لا لا، مش لا طه. لا لا، ما فيش نبي اسمه طه. ما فيش نبي اسمه طه، وما فيش طه في القرآن. لا. في طه بالحرفين الطاء والهاء. طه عشان احنا في سوره طه النهارده طبعا. بعض ال نقرا بقى اخر كلام او بعض الايه، انا لخبطت الناس معلش. طه حرفين. ايوه طه. طه ماشي. ما بنقولش طه، ما ينفعش. دي طه وهي، طه طاء وهاء. الحرفين الاثنين زي حاميم، زي الف لام، زي ياسين. في نبي اسمه ياسين؟ لا. ما هو يه وسين. بس هو الناس استسهلت في المساله. بعض الناس طبعا يقول لك صلي على طه سلام الله يا طه. في ناس هو في الكلور وفي الكلور وخلاص. بنقول الناس على قد ما فهمت وما بندققش في المساله بقى خلاص. انما الحقيقه لازم نصلح اسم النبي. النبي ما قالش اني انا اسمي طه، ما حصلش، ما فيش حديث كده صلى الله عليه وسلم خالص. لا ما فيش. يمكن هم عشان طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. ده اسمه اسمه الالتفات في الضمير. وده بيحصل يعني. يعني هي البدايه يعني نقول ما انزلنا عليك القران لتشقى. طه ما طه انزلنا عليك القران حرفين ملوش علاقه. مش النبي عليه الصلاه، مش لا مش الرسول صلى الله عليه وسلم. خلافا لمن قال ذلك، البعض قال ذلك ولا دليل لديهم عليه. احنا شربنا العصير ولا ما شربناش؟ احنا شربنا العصير من زمان. طيب يلا يا شيخ اتفضل. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على مهلك. ما بتتخض ليه؟ الحناه الحناه للخير. يقول له إيه صلى الله عليه وسلم؟ يقول لي سيدنا النبي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر دي يعني أي أكثر من الصبر عليها صبرا على صبر. حافظ عليها وواظب عليها وكن قدوة لأبنائك ولزوجاتك حتى يتحقق منهم الفعل الذي أمرتهم به. ما ينفعش أنك تأمر بشيء وانت ما بتنهوش. خد بالك طبعا. دي مشكلة كبيرة. بالضبط كده. هو الآية دي بتدينا شوف في فعل الأمر. الجملة الإسمية يا أستاذ محمود، الجملة الإسمية بتنقسم إلى قسمين اتنين، جملة خبرية وجملة إنشائية. الجملة الإسمية مش بتكلم عن الفعلية. الفعلية زي أكل وشرب ماليش دعوة بيه. أنا بتكلم عادل احمد عامل كذا باسم خلاص. الجمله الاسميه بتنقسم الى قسمين، جمله معناها خبري وجمله معناها انشائي. لو جمله معناها خبري دي بتحتمل الصدق والكذب. الجو جميل، السماء صافيه، السحاب ممطر، احتمل يبقى انا صح وممكن تبقى غلط. الولد نجح، التلميذ رسب، ممكن يكون صح او غلط. دي الجمله الخبريه. انما الجمله الانشائيه اللي انا بطلب منك انك انت تكمل عليها بجمله تانية. اقول لك كام الساعة؟ اشرب الماء، اشرب العصير. ها مثلا. فلا تنظر خلفك،
دي الانشائيه. يبقى الانشائيه بيطلب لازم انت تعمل حاجه بعديها، تنظر او ما تنظرش، تشرب او ما تشربش، تبص في الساعه. يبقى اذا الجمله الانشائيه هي التي تنقسم لثلاثه اقسام، يا اما امر او نهي او استفهام. تمام. انما ما بيترتبش عليها معلومه. لو قلت لك كام الساعه الجمله دي فهمت يعني في معلومه جايه منها؟ لا لسه. انت مستني المعلومه تتقال. هتيجي. يبقى لما اقول لك اشرب الماء ما تقوليش انت كاذب، انا كاذب انا قلت ما حاجه، ما عملناش حاجه. لو قلت لك ايه لا تشرب الخمر ما تقوليش هو انا بشرب الخمر. لا دي جمله انشائيه. يعني انا ما بخبرش بحاجه. فما تجيش ترتب عليها معلومه. تمام. ده انا لسه بنهاك ولسه بامرك. فيجي ربنا يقول للنبي يا ايها النبي اتق الله. تقول الله الله، هو النبي ما كانش متقي لله؟ يا ابني دي جملة، هذه الجملة اسمها جملة إنشائية. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ده أمر ولا مش أمر؟ أمر. أمر. يبقى الأمر ده جملة إنشائية لا يترتب عليه خبر. ولا تطع الكافرين والمنافقين. تقول الله الله، هو النبي كان بيطع الكافرين؟ أبدا، دي جملة إنشائية لا يترتب عليها معلومة. اما عشان كده الدخول في القرآن الكريم لابد ان يكون الشخص ملم إلمام قوي جدا ومتين باللغة العربية. وده شرط من شروط التفسير. فلو لقيت اب بيقول لابنه يا ابني اسمع كلامي انا ابوك، اوعى يا ابني تشرب الخمرة، اوعى تشرب الخمر يا ابني، ما يجيش واحد جاهل يبقى سامع يقول لك شوف الظهر مسك ابنه في البار او الامبارح. ده اب بينصح ابنه. سيدنا لقمان وهو بيقول لابنه قعد ابنه قصاده، اقي يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، كل الوصايا اللي بيعمل ده مش معناه ان الولد ده كان فاسق ولا اعوذ بالله يعني. مش كده ولا ايه؟ لا مش معناه. وعلى هذا لما يجي ربنا يقول للنبي وامر اهلك بالصلاه، عاوزين نعرف ان النبي كان بيامر اهله بالصلاه. والنبي كان بيصطبر على الصلاه. اوعى تفتكر ان النبي لسه هيعمل كده، لا هو النبي كان محافظ على الصلاه لدرجه انه كان بيقوم الليل حتى تورمت رجلاه. فالسيدة عائشة تقول له لما تفعل بنفسك ذلك وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول فلا أكون عبدا شكورا. هنا إيه بقى سؤالك؟ بتقول سؤالي هنا وأمر أهلك بالصلاة. أيوة نعم. واصطبر عليها. عليها مش عليهم. أيوة مش على مش على زوجات. عليهم هم. هنا بقى المعنى له أكتر من معنى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أي على الصلاة. ممكن وممكن المعنى يبقى واصطبر عليها قال على أي على أهلك. عليها تنفع. أي تنفع. ما يقولش مش عليهم اصل الاهل او عليهن. ما انا هقول لك اوصل على الحبيب النبي. الاهل دول بيشملوا الاولاد والنساء. الاهل ممكن يبقى الكل. يبقى نون النسوة هنا ليس لها موضع. ما ينفعش يقول واصطبر عليهن، يبقى كده خصص النساء بالصبر بس. امال الاولاد الصغيرين اللي هيصبر عليهم لما تعلموا الصلاه؟ واصطبر عليهم. لا لا، يبقى كلمه عليها اي على الاهل، الكلمه عائده على الاهل. يقول لك دخلت الاهل او خرجت الاهل جائز. زي يقول لك ايه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. قال نسوة ازاي؟ لا ينفع. طالما لا يعني بالنسبة لنا من في السياق اللغوي يعني. طالما سبق الفعل، سبق المؤنث، والمؤنث هنا مؤنث معنوي، يبقى يجوز جدا ان تقول وقال نسوة في المدينة. ولذلك هنا في الاعراب برضه يجوز اصطبر عليها. واصطبر عليها فيجوز انك تقول واصطبر عليها يعني على الاهل، ويجوز انك تقول واصطبر عليها اي على الصلاه. نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. لا نسالك رزقا. لا نسالك رزقا، نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. فالمعنى هنا ربط عجيب حصل في الايه القرانيه. بالله ان القران دايما بيربط ما بين العباده. يعني حد تاني حد برضه جاهل زي حالتي يقول لك بيتكلم عن الصلاة. ايه اللي دخل للرزق؟ دخل للرزق. نرد عليه نقول له ايه؟ نقول له دايما تجد في القرآن الرزق مقترض بالعبادة. بالعبادة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها. اهو الرزق اهو. بص. رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. مفيش عبادة اهو. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يبقى لما انقطعت العبادة انقطع الايه؟ الرزق. ولذلك الآية في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أي إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بقلوبهم من الإيمان. عشان كده في بداية الخلق ربنا بيقول في الكتاب العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعدين راح قايل ملحظ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هل اقدر اعتبر هنا يا شيخ خالد ان العباده رزق؟ طبعا العباده رزق. العباده هي سبب الرزق. العباده هي سبب الرزق. لا يعني حسن الانسان المؤمن في العباده مش ده رزق من ربنا؟
لا والله هو اختيار من العبد، اختيار. هو توفيق من الله. هو توفيق من الله واختيار من العبد، توفيق من الله. اصل لو قلنا رزق هيجي واحد سكير ولا عربيد ولا زاني ولا سارق يقول لك اصل ربنا ما رزقنيش، نقول له لا، انت اللي لازم تعبد ربنا وربنا يثبتك، تقرب الى الله يتقرب اليك الله. فلو قلنا ان العباده رزق يبقى بالشكل دوت هنلتمس العذر للعصاه والمذنبين. الله 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 الله، يبقى عشان كده يحبك انت صح كده يا شيخ.